بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج أوتوكاد نسخة 2024. النهاردة هتكلم عن عمل الجدول أو انزيرت تيبل في برنامج الأوتوكاد. أنا عندي هنا منيو بار اللي فوق في هوم وأنوتيشن. أنوتيشن هنا عندي في اللي هو تيبل، أنا هقول له انزيرت تيبل هيفتح لي الإعدادات بتاعت الجدول. عندي هنا تيبل ستايل ستاندرد زي ما احنا شايفين كده، وعندي هنا insert option، هنا هنختار start from empty table أو from a data link. هنا لو في data link بنحط link في الجزء ده، أنا هختار start from empty table. تمام. عندي بقى هنا البروفيو، ده شكل الجدول بالإعدادات اللي موجودة عندي هنا. هنشوف إزاي إن احنا نغير الشكل ده. عندي هنا insertion behavior اللي هي إضافة الجدول على الأوتوكاد، هيكون بطريقتين، الطريقة الأولانية specify insertion point والطريقة التانية specify window. احنا هنخليها specify insertion point. طيب هنيجي بعد كده للجزء ده column and row، column اللي هي الأعمدة ورو اللي هي الصفوف. هنا هنختار عدد الأعمدة، ممكن أنا أختار عدد الأعمدة مثلا 6. تمام. عندي الكولم ويدث، عرض العمود هيكون قد إيه، فمثلا أنا هخليه 5. عندي الداتا روز اللي هي عدد الصفوف، هنا هخليها برضو 6. والروز هايت اللي هو ارتفاع الرو نفسه هيبقى قد ايه، هيبقى مثلا 5. تمام. هنيجي بعد كده على سيت سيل ستايل، وده الستايل بتاع الجدول اللي عندي. عندي فيرست رو سيل ستايل، هنا ده تايتل وهيدر زي ما شايفين والداتا. طيب لو فتحنا كده ممكن انا اغيره يبقى كله هيدر هنا بدل التايتل هيدر. طيب ممكن انا اغيره اعمله داتا بالشكل ده كده، هنخليه تايتل. عندي السكند رو سيل ستايل هيدر، ممكن برضو نفس التغييرات اهو نغيره ونرجعه داتا، وبعدين تايتل ممكن يبقى ايه الاثنين تايتل هنا. طيب انا هخليه هيدر. بعد كده اول اذر رو سيل ستايل، نفس الكلام هنا هيدر اهي كله هيدر بالشكل ده، او داتا او ان انا اخليه تايتل. وهاجي اقول له اوكي، اهو الجدول بتاعي زي ما احنا شايفين. هنا التايتل بكتب التايتل اللي انا عايزاه، فمثلا هكتب student بالشكل ده كده. لو انا عايزه اكبرها بدوس عليها دبل كليك وباجي من هنا اكبرها زي ما انا عايزه، مثلا اخليها 1.5 او 1 بالشكل ده كده. تمام. واجي اعمل صح، ما انا كتبت هنا. لو انا عايزه اكتب بقى في اي خانه من الخانات دي، مثلا الخانه دي كده عايزه اكتب فيها، بدوس دبل كليك فيها واجي اكتب مثلا نمبر 1. تمام. واغير المقاس بتاعه مثلا اخليه 1 كويس، وبعد ما اخلص خالص بقول له كلوز، وبعدين اجي ادوس تاني كده واختار من الجزء اللي فوق هنا ده في توب رايت، فتح لي اعدادات تيبل سيل، هنا في توب رايت بفتح السهم ده كده واخليها ميدل سنتر، يبقى انا كده عملته في المنتصف. اي خانه ممكن ان انا اكتب فيها بالطريقه دي، بدوس فيها كده وبكتب جواها وبظبط عن طريق هنا التوب سنتر اهي، بختار اللي انا عايزاه توب سنتر توب رايت ميدل ليفت، اي حاجه من الحاجات دي بختارها عشان احط مكان الكتابه. هاجي مثلا هنا اكتب في الخانه دي كده ام اي حاجه. تمام. واكبرها برضو اخليه هنا 1 بالشكل ده كده واعمل صح. تمام. وانا عايزه اضيف كولم بعد الام دي، بدوس عليها بالشكل ده كده واجي عندي هنا بقى في انزرت رايت وانزرت ليفت كولمز اهي، فتح لي اللي هو التيبل سيل. طيب هقول له انزرت رايت، ضاف لي كولم او عمود في يمين الكولم اللي انا اخترته. طيب انا هقول له ليفت انزرت، هضيف لي 1 هنا في الليفت، يبقى هنا رايت وهنا ليفت. نفس الكلام لو انا عايزه اضيف صفوف بدوس كده واجي هنا عند روز اضيف انزرت بلو اهو، ضاف لي تحت اللي انا مختاراه صف. طيب لو انا عايزه فوق هيبقى انزرت باف، بدوس كده ضاف لي فوقيه صف. لو انا عايزه احدد الكولم كله
بقف مثلا على الكولم ده، اه يبقى انا كده حددته زي ما احنا شايفين كده. نفس الكلام لو عايز احدد الصف كله بدوس على الرقم هنا، شايفين مثلا فور هنا، على طول حدد لي الصف كله زي ما احنا شايفين كده. عايزه بقى اعمل ديليت لاحد الاعمده، هاجي ادوس على الجدول كله وادوس على الحرف بتاع العمود هنا اهو اتش اي على الاي هنا، واجي اقول له ديليت كولمز شالهولي. وهاجي عند الصفوف، انا مثلا عايزه اهو بدوس كده وادوس على 10 هنا اهو حددهولي، واجي اقول له ديليت روز اللي هو الصف اللي موجود هنا. يبقى اي صف او اي كولم ممكن ان احنا نشيله. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نضيف جدول في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.